صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في حديث القدسي: من عند ظن عبده اذا تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الى عباد يمشي اتيته خروه. الحديث فهل يمكن لله سبحانه وتعالى صفه الخروه؟ أنا أنصح الطلاب بالدخول في هذه الأشياء، أنصحهم بالدخول في هذه الأشياء. فارق المصلي إذا صلى ويمشي ولا يحرم عليه المشي؟ أليست هذه من أعظم القربات؟ وأقرب ما يقرب ربه وهو ساجد. فارق بعض الأحاديث وإشكالات تعيب عن الأرض حتى أفهم بجهد يعني أبدي مرهب ولم تزلني عطشت ولم تسقني وربي يشرب ويسقني إلى أشياء من هذه الأشياء. هذه من المتشابهات وكلها بعض الأرض لا تذكر بها الأرض. نعم نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا، البعض يقول على الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تزرني أنه من المتشابهات ويجب تركها، فما هي نصيحتكم؟ تركها أعوذ بالله يعني نترك الآيات والأحاديث المتشابهة؟ لا، ما نترك، لكن نفسرها بالأحاديث والآيات الأخرى، نردها إلى المحكم، ما هو بنتركها، نردها إلى المحكم ونفسرها به حتى يتبين المقصود. لكن هذا جاهل مركب ما يدري. نعم، الحديث فسر بعضه بعض. كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: قد مرض عبدي فلان فلم تعوده، ولو عدت لوجدتني عنده. الحديث يفسر بعض بعض، لكن هذا ما يدري مسكين. والمصيبة الآن من المتعالمين يا إخوان اللي يتصوروا العلم بدون أصول وبدون قواعد، وإنما تصوروا العلم تصورا قصرا. هؤلاء هم الآفة على الإسلام والمسلمين. العلم يا أخوان ما هو يؤخذ إلا عن طريق التعلم على العلماء ومعرفة القواعد الضابطة للاستنباط والأحكام، ومعرفة الأحكام وقد حررها العلماء ودققوا فيها ودرسوها حتى نضجت. ولكن هذا لا يحسن أو لا يصلح إلا بأخذ عن العلماء. العلم إنما هو يتلقى، ما هو يؤخذ من الكتب وحدها، وإنما يؤخذ عن العلماء بالتلقي. والكتب إنما هي آلات، والذي يدرب عليها هم العلماء. فإذا أخذتها ولم تتدرب عليها قتلت وقتلت غيرك. لا بد من الوصول، ومن ضيع الوصول حرم الوصول. نعم.